السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور. أستاذة إسراء. صحيح إسراء النعامي، صحيح؟ صحيح، إيه أخبار حضرتك؟ إيه طمنيني عليكي. إيه، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أنا اسمي عادل عبد الرحمن. حضرتك تعرفيني حضرتك؟ اكيد. إيه فهمه والله انا يا استاذ اللبس اللي صار في الاخر، توقعت الايميل. انا بصراحه يا استاذ يعني لانه رحت على المنطقه وحكيت مع الناس مع مين؟ وحسيت مع الناس اللي المتضررين، ان العائلات اللي شفت لها صور، تمام. بس انا حسيت انه ايش انه انه إيه انه انا بحتاج اني اقوي القصه في حد يعني من الناس الناطقين باسم باسم المصريين. حاولت بكل الطرق بصراحه اصلح حضرتك، يعني حاولت بشكل كثير كبير. بس مهنيا ما ينفعش انه انت تتكلمي عن لساني وتقولي انه انا قلت كده وقعدت معايا. ده مهنيا ما ينفعش يا استاذه اسراء. صحيح، ما هو انا كده هذا الكلام انا ألفته. وبعدين انا لحظة بمثل بس، انا بمثل انا بمثل الجاليه المصريه، ممثله اللي مكلفاني فيها مصر، بس انا استاذ هذا الكلام وانا انا بمثل ألفته لحظة. السياسه المصريه، واحنا مأيدين الاحداث اللي مأيدين كل حاجه بيعملها الجيش المصري والخارجيه المصريه تجاه الارهابيين اللي بيحصل في سيناء. فانت ازاي بتخدع لساني او بتقولي على لساني او بتقولي على لساني، حتى لو عايزه تقوي الستوري بتاعتك، ازاي بتقولي على لساني كلام ما حصلش؟ انت اصلا ما تعرفنيش ولا قعدت معايا قبل كده يا استاذه اسراء. صحيح يا استاذ، انا معنى سوء تأليف، انا من موضوع العربي الجديد اللي هذا حاولت ان خلينا كيف اسم حضرتك، شفت موضوع العربي الجديد وسمعت على الراديو بعض الاشياء من هذا في هذا الواقع اللي اخذت الكود تبعتك، لا يا بدك فندم، نغير الكود. لا يا فندم، لا يا فندم، لازم تغير البوست اول حاجه. لازم قبل ما تغير البوست لازم تنزلي اعتذار. قبل ما تغير البوست لازم تنزلي اعتذار، واعتذار على الجريده بتاعتكم ان انا ما قلتش الكلام ده. الكلام ده اصلا بيسبب لي اول حاجه على المستوى الشخصي والمستوى المهني بيسبب لي مشكله، وتاني حاجه احنا عمرنا ما نهاجم الجيش ولا نهاجم، حتى لو ظالم عمري ما هاجم الجيش باختصار. حتى لو الجيش المصري ظلم عمري ما هاجمه. بس يعني انا بصراحه نسيت الكوت اللي حطيناها، بس انا قلت لك يا استاذ اخذناها من موضوع العربي الجديد، استاذ انا انت محتاج حكي معهم. انا محتاج لا 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 مش صحيح، ولا العربي الجديد ولا غير العربي الجديد، الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده مش حقيقي ومش مظبوط. وانت لسه من شويه بتقولي لي ان انت كنت حابه تقوي الستوري بتاعتي عشان كده نزلتيها. فارجوك يعني طب استاذ ما تزيديش الطين بله يا استاذه اسماء. طيب لحظه يا استاذ، الان احكي لي انت حضرتك ايش حابب يكون موقفك، وانا بنظبطها في الستوري بتاعتك. الموقف بتاعي اول حاجه تنزلي اعتذار رسمي انه ده لم يصدر عني، وتاني حاجه البوست بتاع المقاله ده يتشال. طيب احنا بنظبطه، بس احكي لي كيف. ماليش دعوه، يعني انت حضرتك ماليش دعوه، يعني ماليش دعوه لا اعطيني موقفك، يعني انا حاولت انا مقطع يعني خلص طريقه ممكنه الا حاولت اصل يا لحضرتك. ستي ما ينفعش اصلا. انا حتى لو في كمان حتى لو كان في امكانيه مساعده ان انا اساعدك، انا على موقفك ده مش هساعدك. على موقفك ده معايا والتأويل عليا والتزوير عليا ده انا مش هساعدك فيه. وده اقل صدقني يا واجب، استاذ الموضوع نزل لحضرتك، ده اقل صدقني واجب. مستمع. انا بمثل صفه رسميه في قطاع غزه. ازاي بتاخدي عن لساني كلام ما حصلش؟ ازاي بتاخدي عن لساني كلام انت كاتبه في البوست بتاعك انه انت قعدت معايا؟ ازاي انت وانت ما تعرفنيش ولا قعدت معايا لا تليفونيا ولا في مكتبي؟ ده كلام مش صح يا استاذه اسماء. مش صحيح مهنيا، مش تمام. طيب يا استاذ عشان طيب يا استاذ عشان احنا نحلها، يعني انه ولك لا المفروض مفيش انا الان وإلك، انا ده اقل واجب ممكن اعمله معاكي. انا الصح دلوقتي اطلع الاعلام الحكومي من امبارح، اطلع الاعلام الحكومي واقدم فيكم شكوى. طيب يا استاذ كيف تكبر على هالدرجه؟ يعني لا شو مكبرها، يعني لانه ده احدث اعراض؟ انا صفه رسميه بمثل هنا في غزه، صفه رسميه. لما تيجي تقولي عن لساني كلام مش مظبوط وخارج سياستنا، لا موضوع كبير مش صغير. موضوع كبير مش صغير يا استاذه اسماء. معلش مع خالص تقدير واحترامي، اذا انت شايفه الموضوع صغير، لا الموضوع اكبر مما لا لا تتخيلي. الموضوع لا انا بصراحه يا استاذ انا ما كنتش فاهمه موقفك بهذه الطريقه، يعني لا موقفي ما كنتش واضح، فاهمه انا انه موقفي انتم واضح. لا احنا مع انه انتم الجيش صفه رسميه. قلبا وقالبا، قلبا وقالبا، ظالم او مظلوم الجيش المصري. انا بالنسبه لنا سياستنا كده، احنا بنتبع سياسه الدوله بتاعتنا ودي قناعاتنا. فارجوكي اول حاجه تعمليها تنزلي اعتذار، اول حاجه.
او هضطر للاسف ان انا الجا للقانون والقضاء في الموضوع ده هنا وفي كل حته. خلاص إن شاء الله مفيش إلا إن أنت بدك إياه، إحنا بنرفع كل الكود تبعتك وخلاص، ما يكون إلا حد إلا تكون راضي، ما تقلقش إن شاء الله. أنا بصراحة يعني سامحني، أنا ما كنتش فاهمة الطريقة هيك بصراحة، يعني أبدا ما كان قصدنا إنه نزعج حضرتكم أو نطلع منكم أي إشي أنتم بدكم إياه. لا يا يعني اختي، أنا لا يا استاذه اسراء، الموضوع كبير، الموضوع كبير جدا، مش سهل الموضوع، خلي بالك. يعني على المستوى الشخصي والمستوى المهني اصلا الموضوع ده ممكن يوديني ورا الشمس على المستوى المهني، وانا ارفضه، ارفضه تماما. وعلى المستوى مبدئي انا مع عادل عبد الرحمن، مع الجيش جمله وتفصيلا، ظالما او مظلوما. طيب انا والله يعني والكلام ده انا علني، اسف، انا بشتغله في علم، بشتغله في غزه. يعني الموضوع ده مش خافي على رجال السياسه في غزه ولا رجال الامن في غزه. انا بصراحه ما كناش فاهمين الموضوع بهذه الطريقه، احنا ابدا ما كانش قصدنا انه نخرج اي موقف يعني ما بيعبر عنكم. فانت استاذ مش هتكون الا راضي، احنا الان ببعث لهم ايميل انه ارفعوا كل الكود تبعت حضرتك مع وما اعتذار، تقلقش. مع اعتذار يا استاذه حاضر اسراء، مع اعتذار، تبعتي لي حاضر اللينك تبع الاعتذار. حاضر، نبعث لك ان شاء الله اعتذار ولا يهمك. فانا بصراحه انا اسفه جدا والله يا استاذ، يعني انا صدقني ما كانش قصدي انا الشيء عايز بالشكل للاسف ده هذا. يترجم على الاقل، انا عايز للاسف ده يترجم على جريده الجزيره، على الجريده اللي انت نزلت عليها ونشرت عليها ده، ايه عايزه يترجم. يعني انا حاضر محتاج خلال اليومين دول تقولي لي ده اللينك ازاي تحلي مشكلتك معاهم، مش عارف حليها. ما تقلقش، مشكلتي معهم انا بشوفها، لكن انا يعني للاسف يعني مش عارف ايش احكي لك. انا معناته اذا انت يا استاذ حكيت مع العرب الجديد ما تذكر، حكيتش يعني انت يا حكيت مع ستي، ما حكيتش مع ولا ما بديش لقاءات صحفية مع حد. باختصار انا من 3 سنين ما اديتش لقاءات صحفية مع حد غير في المواقف اللي ليها علاقة بالمواقف الإنسانية فقط لا غير، ومواقفي واضحة وواضحة تجاه حكومة بلدي، لا مش محتاجة تأويل. خلاص استاذ ولا يهمك، انا ما تقلقش ابدا، كل اللي بدك اياه حيصير. انا الان بفهم الموضوع، بس انا بصراحه كمان في مشكله ثانيه، وانت كمان انا ماخذه من مصدر وهذا المصدر انت كمان مش حاكي معاه، فصراحه بينهم مشكله عويصه. ما تقلقش ان شاء الله لقيتها، انا بعرف اشوف اموري معاهم وبقول لك ان شاء الله ايش بصير. السلام نكون عليكم الا ورحمة راضي الله استاذ، وبركاته. مع السلامه.